بقى اخر كلام اللي وصلتني بلي هي ما تقدر تعاوني بوالو، وبلي الاهل ديالها كيساعدوا باش ننقل روحي عندهم. اغلب كلامها ما فهمتوش، والشيء اللي كنت كنطلبو منها هو نشوفها ولكن ما كانش كتبغي. رجعت للدار وخلعت الطريق كامله وهي ما فرقتنيش. واش حماقيت؟ واش كنحلم؟ كي غادي نعاود للناس هادشي؟ كي دخلت للدار لقيت الوالده معصبه. فين كنتي؟ عييت نعيط لك في التليفون. لقيت الناس جاو من تارودانت. اول حاجه سلمت عليهم ولكن نقصت واحد خونا، حيت غير الله دخلت قال لي مالك ولدي على ديك التحسينه. اتخيل كان هو الصغير فيهم وما بيناش عليه فقيه. كانوا اربعه كلهم جالسين وكيشوفوا في الوالد اللي كان قاعد مسوق اليوم. ناضم شاف حاله منين حس بهم مخلوعين منه. مهم جلست وعيطنا للوالدة وبقينا كنشرحوا لهم الاعراض ديال داكشي اللي دزت فيه. طبعا ما عاودت لهم والو من داكشي ديال الصباح وحتى داكشي اللي كنت مخبيه على الوالدة. في الاخير الوالدة قالت لي نوض جيب الكتاب يشوفوه. سمعوا الكتاب هضروا كاملين في دقه واحده. اش من كتاب؟ جاوبته معنا شمس المعارف. تما شفت الناس وجههم تبدل، واحد وقف مخلوع وبدا يغوت يلا بحالنا، واش انت حمق ولا مريض؟ كان هو اللي مخلوع فيهم وكيسولني واش قريتيها في الدار. اكثرت الهضره وكثرت الغوات. الوالدة تخلعات وبدات تزوق فيهم يوقفوا معانا. كلهم كانوا مخلوعين ما قدروش يقربوا للكتاب الا داك خي الصغير. شدو بقى كيقلب فيه وحسيت به ما تخلع ما والو، بالعكس فرح. والناس اللي كانوا معاه كينبهوه كيقولوا لي حتى داك الشيء من يديك، هو بحال شي دري صغير عطيتيه بي اس بي. المهم كلميناهم وشديناهم معانا وبقينا كنهضروا مع السي محمد تارودانتي، ساكن في شي باديه في النواحي ومشهور تما. السيد كيرجع لي الفضل من بعد الله تعالى، والجوج الاخرين غير ساكتين وكيشوفوا فيا ومعانا باسل مع راسي. بقيت كنحمقو، كنبقى جالس وكنحرف عيني ولا كنهبط الريوق. خلعتهم بالمفيد. المهم السي محاش شرح لينا كيفاش انني من بعد ما قريت الكتاب وليت مشرك، وباللي التفقيه في الدنيا ما يقدر يحط يدو عليا ولا ياثر عليا بشي حاجه، بل بالعكس يقدروا ياذيو شي حوايج جبتهم من الكتاب. انا في هاد الحاله وليت خطر على كل شيء، راسي وعائلتي والتبنات باللي غادي يحاول يعالجني دينيا. ما خلانيش هاد الشيء صراحه حيت كنت عارفه. من بعد داك الشيء اللي وقع في الصباح هاد الشيء ولا عندي عادي، محاضر بزاف ولا شي حوايج في شكل. مثلا المساله ديال الجنيه اللي تزوجات بيا وكيفاش انها مستحيل تبعد مني حيت انا من سلاله سليمانيه، وهذا الشيء مفخاره كبيره ليهم ومستحيل تضيع زوج بحالي من بين يديها. وباللي انثى الجن الا تزوجات بادمي ما يمكنش تفرق معاه الا اذا مات وما عندهاش القدره تزوج من بعده. هذا الشيء ما سمعتوش حيت كان بالي مع خيي اللي كيقلب في الكتاب. من الاول قام ارتحيت له، وجهه زرق بحال ملف د المنحه وكيهضر بواحد الطريقه بشعه. هاد السخونة سحب لي بلي انا يلا حطني الكار ديال الدوار 360. عيط لي وقال لي بلي ضروري خصو ياخذ الكتاب معاه حيت بيه غادي يقدر يبعد عليا هادشي ويفكني، ولكن عرفتو قدام ما غينفعني معاه غير الكذوب. قلت ليه راه خرجت ليا واحد المعزه في المنام، وقالت لي الا خرج الكتاب من الدار غادي نخرجوا الروح ديال السيد اللي غيكون في يديه. خونا تخلع وقال لي اعوذ بالله، وجبد البورطابل وبقى كيصور شي وراق وحاضي صحابو اللي يشوفوه. جوج فقاه الاخرين واحد عيط لي وبقى كيسولني على الاحلام. بديت كنعاود ليه هو متبع معايا. حبس وقلت ليه الاحلام راه غير حاله تصوريه لداكشي اللي كيطغى على التفكير ديالنا في الحياه العاديه. بغيت ندير فيها زعما دكتور. الساعه صدمني وكمل لي داكشي اللي كنحلم به بالتفاصيل. مشى عند صاحبو بقى كيوشوش معاه، وانا جالس وكنخمم واش نعاود ليهم داكشي اللي وقع لي واللي سمعت الصباح ولا لا. خونا بقى كيصور، موحى كيشرح للوالده، انا كنشوف في الجوج كيهضروا وما كيشوفوا فيا. النظره الوحيده اللي بقات في ودني هي اللي خرجت من موحى، نطلب الله يموت على ملة الإسلام. شنو الذنب اللي درت في حياتي باش نستاهل هادشي؟ كل نهار كنسول راسي نفس السؤال، واش أنا ماشي بشر ممكن نغلط ومن حقي نتوب؟ كيفاش أنا اللي كنت كنضحك على أي واحد كيهضر على الجن وهاد العالم رجع الضحك فيا؟ خايف نعاود هادشي للناس ويسحب ليهم وليت حمق. أكبر مشكل كان عندي هو كيفاش نفاليدي في القراية، دابا وليت باغي غير نبقى بعقلي. جلسني محاحدة وبقى كيهدأني وعطاني ميساج بلي هادشي عنده مخرج واحد، حتى الا بقيت عايش عمري ما غنكون طبيعي بحال الناس، وباللي مهما وصلت بيا الامور خصني نصبر ونتحمل العواقب ديال الاخطاء ديالي. هضرنا وتناقشنا في بزاف ديال المواضيع، وعاود لي قصص الناس حطوا يدهم في السحر بحجة باب المعرفه، تاكلهم الطمع ولقاو راسهم وسط بحر من المصايب. السيد صدمني ماشي بالخلعه ولكن بالمستوى الثقافي اللي عنده، رغم انه ولد باديه والتعليم ديالو بسيط. ناقشنا في العديد ديال الامور وكيفاش ان الانظمه الاجتماعيه والحضارات المتقدمه كتحاول تركب على هذا العالم ديال الماورائيات وتخليه معتم، وتصوروا للناس انه مجرد خزعبلات وزوبعه في فينشان، بالرغم من ان العلم الحديث والتقدم التكنولوجي فشل في تفسير بزاف الحاجات، وهذا الشيء كامل من اجل جذب ثقه وطاعه العمياء للانظمه الانسانيه. استفدت منه بزاف ديك العشيه، و
ولكن ديما بقات في بالي الفكره ديال كيفاش بنادم كيصدق هاد الخزعبلات. واش باقي بنادم كيصحاب له غادي يقرا كتاب فيه تخربيقات وحروف غادي يخربق له حياته؟ حنا في زمن اللي ملموس، واش نتيق؟ واش نجمع حوايجي ونمشي لشي بلاصه بعيده ما يلقاني حد؟ المهم كملنا الهضره وخرجنا بخلاصه باللي الحل الوحيد اللي عندي هو المساعده ديال شي دجال قاطع يده من يد الرحمن، مشترك بحالي، هو اللي غادي يكون كيتعامل معهم ويقدر يقنعهم باللي داكشي اللي درت مجرد خطا وعن غير قصد. واخا هما بحال الدران الا خرج من المحطه ما كيوقفش. هكا قالها محمد الفقيه الصغير، حط الكتاب ودخل معنا في النقاش وقال باللي كاين واحد السيد اللي دارت الكتب كاملين ديال هادشي ويقدر يكون قاري حتى شمس المعارف، هو الوحيد اللي يقدر يعاوننا وغادي يمشي لعندو يجيبو من الخميسات. خد الارقام ديالنا وقال غادي يعيط لينا في اقرب وقت. تعشينا ديك الليله وقراو ما تيسر من القران ونضو يمشيو بحالهم. بقاو كيدعيو معايا بلا ما يقربوا لي ولا يمسوني. خرجت معاهم وبقى موحى كيوصيني باللي راه خصني نصبر هاد الايام وما نخرجش بزاف من الدار حتى نلقاو الحل، وباللي ابتداء من هاد اللحظه اللي قررنا نواجهو هادوك حتى هما يحاولوا ينتقموا، خصوصا العائله هذيك يديروا المستحيل باش نبقى معاها. خداو 2500 درهم داك النهار من الفلوس المركوب ديال داك السيد اللي غادي يجي من الخميسات. دخلت في حالي للدار وجاني واحد الجوع في شكل واخا كنت معشي. كليت ومشيت نعس بلا ما نبدل حوايجي، كنت عيان بزاف ما نعش الليله اللي فاتت كاع، وعاد شنو داز عليا فهاد الصباح راه عالم به غير ربي. ضربتني الفيقه ولكن تلت صوت الصباح. نطت من الفراش وانا كنحس براسي بشكل شعور بحال اللي خصني نعط اي حاجه. حليت المجر وجبت باكيه ديال الفلاش كليتها كامله. خمسة المسكات كلهم كانوا مضغوم بحال اللي اول مره غادي نمضغ مسكه. خرجت من البيت باش نمشي للحمام، لقيت الوالد جار الباليزه وغادي مسافر. الوالد اللي من نهار خرج من الحبس والعلاقه ديالنا كتدهور، ما كنتسوقش ليه وحتى هو ما كيهضرش معايا. دزت من حداه وكملت طريقي. دخلت للحمام غسلت سناني ووجهي وعليت وجهي في المرايا. بقيت كنتامل في راسي بحال اللي اول مره غنشوف راسي. حسيت بالملامح ديالي بحال اللي تغيروا. كيفاش وليت كنبان صغير وحتى اللحيه كانت بدات كتنوض، ودابا وجهي رطب. 20 عام في عمري تقول عندي 15 عام صافي. قلت يمكن كنت وهم، ولكن اللي كيهضر معايا كيقول لي انت محال تكون ديال 20 سنه. شكل هذا الشيء صح. خرجت وجلست في الصالون، ما بقيت باغي لا نقرا لا نتفرج لا والو. بلي كامل كان مع داكشي اللي سمعته البارح والكلام ديال البقاء. بقيت كنمضغ المسكه تسال الدم لساني. منين شفت الدم تفكرت باللي اليوم كاع ما رعفت. او هذا الشيء بشكل اول مره ما كنرعبش في الليل. نط نقولها للوالده تليفوني صونا. شكون غيكون كيعيط في هاد الصباح؟ جاوبت الو. لقيت الفقيه الصغير، من بعد عرفت سميتو يوسف. بقى كيسولني كي بقيتو كي غادا الامور وكذا. في الاخير قال لي راه تفاهم مع السيد وراه جايين عندنا نهار الخميس يعني بعد غدا. قلت له واخا مرحبا احنا كنتسناو. قبل ما نقطع قال لي بلاتي خصاني واحد الحاجه مهمه. شنو؟ بقى كيخربق علي. وفي الاخير قال لي المهم جبد الكتاب وسير للفصل الفلاني والصفحه الفلانيه واعطيني شنو فيها. انا الصراحه ما كنتش قادر نعاود نشبر الكتاب في يدي. قلت له راه الوالد سافر وخد الكتاب معايا يوريه لواحد السيد، غير سمعت شي وهو يقطع عليا بلا ما يقول لي حتى بالسلامه. المهم عادي مشيت قلت للوالده شنو كاين ورجعت للبيسي. شويه بقى فيا الفضول على داكشي اللي سولني عليه، ولكن بقوه الخلعه ما قدرتش نقرب الكتاب ولا نشوف فيه عاوتاني. جلست بوحدي وكل مره كنقول دابا غادي تجي تهضر معايا عاوتاني ولا تخرج لي من شي قنت. ما وقع والو داك الصباح، والنهار كامل دوزت مرتاح. واخا كنت قنطان وخصني نخرج، ولكن قلت ما نقصنيش مشاكل. بقيت كنطلم الشرجم بحال شي دري صغير ما خلاتوش امو يخرج للزنقه. ونفاس مع الدار ما كانش البحر ولا الحديقه ولا شي حاجه، كان واحد الخربه جميع انواع الجرائم دازو منها، اغتصاب قتل كلشي. بقيت حاضي ولاد الحومه كيكملوا البابيل. لا استغربت كيفاش انا الوحيد اللي خرجت مزيان في حومه. كيفاش الدراري اللي كانوا 20 ودوزت معاهم صغري الصغير فيهم محكوم ب 7 سنين. حياتي كامله تفكرتها من نهار فتحت عيني حتى النهار اللي شديت فيه الباك. كيفاش الناس كيصغرتو والدراري هازيني فرحانين بحال لا شريت برج خليفه. امي فرحانه بولدها، اول واحد جاب الباك في الحومه. الوالده اللي عرفت تربيني وخسرت دم جوفها وباقي كتخسر. الهضره الوحيده اللي كنت كنقولها ومنيتي هي امي انت سمحي لي ضيعتك داك الشيء كامل. ما عزيتش على ذاتي واخا ضيعت راسي لا دنيا لا دينيا. وهي تفيقني صوت المدابزه والعزاز كيفارقهم، وانا تفكرت داك النهار اللي ضاق قدام. نسيت ما سولتش بهقاء على داك النهار، مش هي اللي كانت مور داك الشيء. رجعت للصالون وبقيت كنقول ندوي معاها. لا ما خصني صباح شويه زعمت وبقيت كنغوت. بقاء وكندور في جنابي. قلت نغوت بالجد واقيلا هكا غتسمعني. غوت بالجد بقاء وانا نسمع مالك العايل حماقيتي ولا نقص من بلاصتي. هضرت جبرت الوالده في الكوزينه كتضحك عليا. الخوادريه كانت حداها ما كنا كنقولوا لها والو لحد الان بقى ما عارفه والو.
قالت لي هذا وقيلا ولا كيقرق بهاد الايام، ما ديتهاش فيها ومت البيتي. دوزت النهار كامل في البيسي ما كليت والو، كنت كنشرب الماء بزاف. المهم نعس ديك الليله، فقت في الصباح نورمال وناشط، رحت وبقيت كنقول وقيلا ما بقاش تبعني والو. تشافيت فطرت مع الوالده وقلت لها خصني نخرج قنط في الدار، ما خلاتنيش وبقات كتغوت. ما ديتهاش فطرتها ولبست عليا وخرجت للقهوه. ريحت مع الدري صاحبي، بقينا كنهضروا في داكشي ديال البورطابلات والتخربيق، وكنت عمري ما عاودت شي حاجه من داكشي اللي كيوقع لي شي مخلوق. قلت مع الدري عشيري ويقدر يوقف معايا نحاول نعاود ليه غير اي حاجه بسيطه من هادشي اللي دوزت ونشوف رد الفعل ديالو. قلت ليه راني ديما كنريح مع ثلاثه د الليل وكنشوف شي حوايج. بقى كيضحك عليا، قال لي هادشي كيتيقو غير الجهلاء والدراري الصغار، وبالليل مشيتي للطبيب غادي يعرفوا شنو السبب. قلبت عليه ومع كان يلا خذ البيرمي وفرحان به. الوالد ديالو كان كيعطيه الطوموبيل، قال يلا نخرجوا شويه من المدينه يطلق يديه في السوق ومن هنا نبدل الجو. قلت ليه زيد. مشينا وشد الطريق مزيان، شويه غادي مر واحد الكاميو ديال الشمندر حتى تفتح شاري في وسط وجهنا. الدري ما جاي فراني حتى كانوا جوج شمندرات زغرتو في وسط الباربيس. هرب على داكشي اللي مشتت في الطريق، خرج للبيست وانا كنغوت. ما تفرانيش خونا باقي عاد بدا كيسوق، باقي ما كيحكمش الطوموبيل. مع شاف راسو خرج للبيست والطوموبيل غادا اكثر من 100 كيلومتر في الساعه مع الخلعه والتلفه، انا كنقول ليه ما تفرانيش، هو عاد برك على الفران في خضره وحده. حسيت براسي حتى بقيت كنشوف غير الغبره. الطوموبيل دارت بينا وكل ما كنا مرضيين كورونا جمعونا في تابوت. خرجنا والدري تقطع حسو، انا كنهضر معاه وهو غير كيشوف فيا. الطريق كانت عامره وتا واحد ما حبس يشوف شنو وقع لي. من الاخر برب العقل عليك شي واحد في هذا الوقت. طلعت ديماري الطوموبيل حيت كان مستحيل يسوق في ديك الحاله. رجعت صايقو القدام ديال الطوموبيل كامل مهرس، كنشوف غير بنصين. وصلنا للدخله ديال المدينه لقينا براج ديال البوليس، شافوا الطوموبيل كامله مفقوسه. خرج لي بوليسي باغي يوقفني. اش غادي نوقف واش غادي نشرح لك؟ سبحان الله المخزن دراوش، غادي نقول له هادشي سبابو كتاب قريته غادي يعطيني السلام ويقول لي زيد في حالك. لا بيرمي لا والو، كنت غادي نبيتو في السبيطار. بقى كيصفر وانا ما درت حتى مورايا، ففراني حتى الباب الدار ديال الدري. بلاصيتها وقلت له ها طوموبيلتك انا غنمشي بحالي، دخل داركم وقول لباك شنو وقع. والله يعوض والحمد لله من اللي بقينا غير عايشين. باكي تمتم عليا ما قدر يقول حتى جمله مفيده. هبطت بحالي وشديت الطاكسي لدارنا. كي دخلت الوالده وقفات قالت لي مالك ياك لاباس، علاش كتلعب، شنو واقع؟ وانا كنت بطراسي ونقول لها لا راه غير جيت وانا كنجري. تلفت في ديك اللحظه صراحه ما عرفت واش نوقف ولا نجلس. دخلت للبيت حيت الكاسكيطه لقيتها عامره شعر وخصلات طويله بحال د البنات. شاد الشي عاوتاني مشيت دوشت ورجعت، لقيت الضو ديال البيت محروق وانا ما قادرش نخرج نجيب بوله جديده. قلت صافي غنعس في الظلمه ونخلي باب البيت مفتوح. الوالدة تعجبت مني غادي نعس بكري، انا كنبقى فيق حتى الصباح. ديك الليله بدات عمري نساها، واخا يجيني الزهايمر شفت جهنم وانا في الدنيا. مع ثلاثه تفتحوا عيني ماشي حيت رعبت، حيت لقيت راسي ناعس واقف. كيفاش واقف وسط البيت ومربع يدي؟ حليت عيني ما فهمت والو. شهدت ورجعت لبلاصتي عليت عيني في السقف، بات لي غير بابا. نط نشعل الضو لقيتو ما كيشعلش، بغيت نفتح الباب لقيتو مسدود. بقيت كنغوت ما عيط نضرب في الباب حتى واحد ما سمعني. شويه رجعت كنقلب على السوارت في حوايجي حتى ضربت في السقف ونزلت. انا في الاول صحاب لي طاح عليا الماريو اللي كان مورايا، مع الدوخه والظلام اللي طحت فيه وقفت وبديت كنغوت. تحسيت براسي يدي ورجلي مربوطين في الفراش، كنبغي نغوت ما كنقدرش بحال شي واحد شد لي في النار. الصوت ديالي ما كيتسمعش. بقيت كنبكي، بكيت ديك الليله بحال اللي غادي نبكي اخر مره في حياتي، بحال اللي حسيت براسي غادي يبداو يقطعوا فيا. شويه حسيت بشي حاجه بحال شي جوقه مجمعه عليا، كنبغي نغوت لساني معقود. رمشت بعيني وانا نتضرب في وجهي، ماشي بالجهد ولكن رشا بحال دبنان. عاود ترمشت وانا نتضرب بالجهد اكثر، ترميشه الثالثه وانا نتصنع ترشه صحيحه اللي في بدا كيسيل بالدم. عيط صابر وفتح عيني باش ما نرمش، ولكن الصبر تسالى وعيني رمشات. ثم بقيت حاس بوالو، غيبت في خضرة حتى الصباح. الصباح اول صوت غادي نسمعو ديال الوالده كتبكي مسكين في قول لي ما تخلينيش عليه. فتحت عيني وشفت فيها، كتعرفوا اخوتي داك الشعور ديال كتفيق الصباح وكتفكر داك الشيء اللي حلمتيه وكتحس به بحال وقع بصح، وراه ماشي داك الاحساس اللي حسيت به. عرفت داك الشيء اللي وقع راه وقع بصح وما كانش غير حلمه.